السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم. انا طالع بوش النهارده زي الفيديوهات اللي طلعت بوش قبل كده عادي. انا بالنسبه لي وشي ما بخبيهوش وبعمل فيديوهات كتير بوشي، بس المره دي انا طالع بوشي علشان في حاجه حصلت لي شخصيا. شركه نصب تانية جديده، نفس المنطلق بس باسم جديد، بعمله جديده، بدل مكانه التسويق الشبكي واليون واي بقى اسمها فوتكس. متحكوش هو اسمها كده، عمله الفوركس. المهم ما تختلفش، انا دلوقتي قاعد، كنت قاعد من الشغل زي ما انتوا قاعدين، فبدور على الشغل، بدور على شغل يعني. فلقيت حد بيقول قاعد، لو انت قاعد في بيتك وما بتعملش حاجه وتحول تليفونك لمحفظه فانا عايز فلوس. فدخلت بعد كده، بعد ما دخلت وبعتوا لي فيديو، ممكن الفيديو مدته ازاي تعمل فلوس من الانترنت وانت في بيتك، يعني ايه فوركس. في الاخر اللي بيشرح الفيديو لقيته واحد بشبه عليه، لقيته هو مين؟ هو ده اهو، ده تمام. انت مين يا استاذ؟ في الاخر لقيت اسمه محمود النجار، دكتور محمود النجار، صيدلي اهو تمام، والنوبي محمد النوبي بتاع عيون وعي النصاب العالمي، ودكتور اسلام محمد صاحبهم اهو. اللي اتغير ايه؟ اللي اتغير حاجه بسيطه خالص، ان اسلام محمد واسمه دكتور وليد مشيوا، وبقى في النجار والنوبي وصاحبي اللي هو دخلني التسويق الشبكي، اللي هو ضحك علينا في الفلوس، اكرم اللي لسه مكمل معاهم مش عارف ليه اهو. هم دول نصب باسم البوتكس، عارف انت البوتكس؟ مش هو البوتكس يبنوا عليه الفوركس ده، ولا العمله الافتراضيه مش عمله افتراضيه. انا عملت الفيديو ده تاني، انا مهتم بالموضوع ده، بس ايه اللي هيحصل اللي جاي؟ ايه اللي بعد كده هيجي؟ هيعملوا فينا ايه الشباب دول؟ الثلاث شباب اللي هو اسمه ايه، فين؟ استنى بشوف لكم، اجيب لكم منشور كان كاتبه دكتور اسلام محمد في 2018. من 14 سنه كان في ثلاث شباب اتقابلوا في كليه صيدله جامعه القاهره، ما كانوش عندهم حاجه يمتلكوها غير شويه كلام بدون اي وسيط. من 8 سنين لقوا وسيله وعملوا منها اكبر قصه نجاح في صناعه الشرق الاوسط، والنهارده بيساعدونا ننزل البوست ده ونقول لكل الناس ان العاصفه رجعت تاني، والمره دي العنف من كل مره، يعني المره دي اعنف من كل المرات. عن العيله تتحدث عن 10 عمر وشركه كفاح تحدث عن دكتور اسلام مصفي، ومحمود النجار، واللي جاي ده مش يعمل مع اسلام محمد، دكتور اسلام محمد دكتور صيدلي. هو مش يعني مش عيب ان انا بقول دكتور، هو دكتور. نعمل له ايه؟ اهو منشور اللي هو كان عامله في 2018، كان منزل التلات صور دي اللي انا جبتهم لكم. ماذا يحدث فينا بعد كده؟ يعني هل الناس دي بتلعب بينا؟ لان احنا ناس عايزين فلوس فعلا، احنا ناس عايزين فلوس. وحلال ولا حرام؟ لما دورت عليها حلال ولا حرام طلعت ان هي حرام، لانها عملة مش ملموسة. هيحصل فينا اكتر من كده ايه؟ شكرا. بس اتابعوا القضية، واللي حد يتكلم معاه يقول له فوركس ومش فوتكس يقول له لا، ما بقى يعني بلاش. يعني احنا مش بتوع يعني مثلا في تداول، في تداول على مواقع التداول، ما انا ما جربتهاش بس بيقولوا كويس. بس التداول عن تداول يفرق، يعني تداول انت بتحط رقم وماشي، لكن انت بتلعب على العملة. يعني انت بس انت اللي يعني انتوا يا شباب اللي شغالين على شغلة الفوركس دي والبيتكوين، انتوا اللي بيضيعونا وانتوا بتخلوا الدولار يعلى ويقل. مش عارف اللي جاي هيكون ايه. بس شكرا لكم، كان معكم العالم سايبر كات من قناة سايبر كات. متضايق؟ متضايق، بس عشان اللي حصل فكرني بديون لسه عليا لحد دلوقتي بسبب التسويق الشبكي. بس